خلال حفل كبير أقامته هيئة كهرباء ومياه دبي أمس في فندق جراند حياة بدبي، كرمت الهيئة الشركاء والجهات الراعية والداعمة للدورة 19 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ويتكس 2017، الذي نظمته الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة في الفترة ما بين 23 و 25 أكتوبر 2017 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وأكد سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة بأن النجاح الكبير الذي حققته ويتكس 2017 على المستوى الإقليمي والعالمي يأتي نتاج تضافر الجهود بين الهيئة والشركاء والرعاة والجهات الداعمة والعارضين، ويعد دليلا على التزام دبي ودولة الإمارات بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنها منصة مهمة للحلول الخضراء وملتقى مرتقبا للمؤسسات والشركات للترويج لأعمالها ومنتجاتها واستعراض أحدث التقنيات ونقطة التقاء للخبراء والمختصين والمهتمين لتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجالات الطاقة والمياه والاقتصاد الأخضر من مختلف أنحاء العالم. حذر مبارك راشد المنصوري محافظ البنك المركزي من التداول بالعملة الافتراضية البيتكوين، وقال إنها غير قانونية ولا تستند إلى أي أصول تدعمها حاليا. جاء ذلك على هامش قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي انطلقت أعمالها أمس في أبوظبي تحت رعاية مصرف الإمارات المركزي، حيث كشف المنصوري عن تشكيل لجنة الشريعة مكونة من 5 أعضاء بهدف تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية وتحقيق نقلة نوعية في أداء هذا القطاع الذي بات أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سيبدأ قريبا وستعمل في مجال الأنظمة المحاسبية لقطاع الصيرفة الإسلامية في الأحكام التي تنظم عمل هذا القطاع وفي المنتجات والأدوات الإسلامية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة.